شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم. أولاً وقبل كل شيء، لابد أن نعرف أن فاعلية القوى المودعة فينا نحن البشر فاعلية بالتسخير. الفاعلية مرة تكون فاعلية بالقصد، ومرة تكون فاعلية بالتسخير. الفاعلية بالقصد تتحقق عندما يحاول الفرد أن يقدم على عمل، صورة ذلك العمل تنطبع في ذهنه، ويكون هنالك محرك وباعث معين للاتجاه إلى ذلك العمل، فتحرك هذه الصورة الذهنية تحرك العضلات نحو المطلوب. أنت تشعر بالظمأ، صورة الظمأ تنطبع في ذهنك، هنالك حاجة داخلية تشعرها في نفسك لشرب الماء. هذه الصورة الذهنية تحرك عضلاتك نحو المطلوب، تذهب وتشرب الماء. هذه الفاعلية يطلق عليها الفاعلية بالقصد. هنالك نوع آخر من الفاعلية، وهذه الفاعلية هي الفاعلية بالتسخير. عندما تكون هنالك قوة تتحرك نحو المطلوب، تحقق المطلوب، ولكن هذه القوة تعيش تحت هيمنة قوة أخرى. هذه القوة فاعلة، ولكنها فاعلة مسخرة. لمن؟
لتلك القوة المهيمنة. الله سبحانه وتعالى أودع فينا نحن البشر طاقات وقوى متعددة. هنالك قوى ظاهرية عندنا، وهنالك قوى باطنية. لعل هذه القوى الباطنية أكثر من القوى الظاهرية. في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، هذا الحديث موجود في المجلد الأول من البحار. في هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى خلق في داخل النفس جنوداً. شلون إحنا الآن في الجيوش هنالك جنود وهنالك قيادة، الله سبحانه وتعالى خلق في داخل البشر جنود. هذه الجنود بعضها جنود خيرة وبعضها جنود شريرة، وأسماؤها مذكور واحداً بعد الواحد. هذه القوى كلها الله سبحانه وتعالى أودعها في باطننا، لكن هذه القوى لا حول لها ولا طول. يعني حاسة الشم صحيح أنها تشم الأشياء، ولكن هذه الحاسة لا حول لها ولا طول. القوة الغضبية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطننا هذه قوة، ولكن هذه القوة قوة مغلوبة على أمرها. القوة الشهوية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البشر هذه قوة، ولكن هذه القوة مو قوة مستقلة، قوة مسخرة. ما هي القوة التي تسخر كل هذه القوى وتهيمن على كل هذه القوى؟ هذه القوة المهيمنة هي قوة النفس. النفس البشرية تمثل القيادة لكل هذه القوى، وكل هذه القوى الظاهرية منها والباطنية تمثل جنود تحت هيمنة هذه القوة. والنفس مع علوها لما دنت بأمرها كل القوى قد سخرت. هذه القوى كلها جنود لهذه القوة. ولذلك من هذا المنطلق، لعله من هذا المنطلق، أنتم عندما تقرؤون الروايات تجدون أن التركيز الكبير على هذه القوة. يعني الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين أن أهم نقطة هي نقطة النفس، أن أهم شيء يجب أن يتم نحوه التوجه، التوجه نحو النفس. لأن هذه النفس إذا هذبت، إذا صلحت، إذا عدلت، حياة الإنسان تعتدل. وإذا كانت النفس نفس غير طيبة، معناه أن كل هذه القوى تكون أدوات نحو الضلال والانحراف. أشجع الناس من هو؟ من غلب هواه. أعدى أعدائك
من؟ نفسك التي بين جنبيك، هذه هي العدو الأكبر، هذه هي العدو الأخطر. لماذا؟ لأن كل شيء مرهون بهذا العدو. إذا تمكنت أن تخضع هذا العدو، أن تصلح هذا العدو، تعيش بأمان. وإذا لم تتمكن أن تخضع هذا العدو، في حياتك عناء، وفي الآخرة شقاء. هذه النفس تهذيبها، إصلاحها، تعديلها، اللي حقيقة عملية كل الشاقة، لذلك أطلق عليها في لسان الأخبار الجهاد الأكبر. الإمام صلوات الله عليه يقول في الجهاد الأصغر: فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. المؤمن يجب أن يعيش 80 عاماً، 30 عاماً، 40 عاماً في حالة حرب مستمرة مع هذه النفس، مرة ينتصر على ذاته، ومرة والعياذ بالله تنتصر عليه ذاته. ولذلك إن تراجعوا في أخبار الشهادة في البحار، الشهيد إلى أنواع: شهيد يموت في ساحة المعركة، هذا شهيد. من جملة الشهداء المؤمن الذي يموت مجاهدا لنفسه، هذا أيضا شهيد. وهذا أكبر من ذلك الشهيد، لأن تلك الشهادة لحظات، ساعات، أيام، بينما هذا الرجل اللي 80 عام يعيش في كل لحظة، أكو هنالك نزاع بين النفس وبين العقل، نفسه تجره إلى هذا الجانب وعقله يجره إلى ذلك الجانب. هذا الإنسان عاش في ساحة المعركة 80 عاماً. الذي ينتصر في الجهاد الأصغر، يعني هذا الشهيد اللي يقتل في جبهات القتال، هذا لماذا استطاع أن يخوض الجهاد الأصغر؟ لأنه نجح في الجهاد الأكبر. إذا ما كان ينجح في هذا الجهاد الأكبر، ما كان يتمكن ينجح في الجهاد الأصغر. إذا ما كان ينتصر على ذاته ويسحق أهوائه، إشلون كان يروح في ساحة المعركة ويقتل ويقتل؟ هذه الحرب لها 3 مقومات: مقوم في البدء، ومقوم في المنتهى، ومقوم فيما بين المبدأ والمنتهى. مقومات 3. المقوم الأول المشارطة، هذه نقطة البدء. المشارطة شنو معناها؟ المشارطة معناه أن المؤمن يجلس مع ذاته ويعقد مع نفسه اتفاقاً. شلون إذا أردت أن تقوموا بشركة تجارية، أول عمل شنو هو؟ الاتفاق. تقعد مع الشريك، تضعون الحدود الحمراء، تضعون بنود الاتفاق. أول نقطة المشارطة. المشارطة معناها أن واحد يجلس مع نفسه، يناجي نفسه، يحادث نفسه، ويصمم تصميماً قاطعاً على ألا يقترب إلى الحرام. هذه أول نقطة، نقطة التصميم ونقطة العزم. إذا الإنسان جلس مع نفسه، فكر، صمم،
وعزم على ذلك عزما قاطعا. شنو اكو نواقص في حياتنا؟ شنو اكو اشكالات في حياتنا؟ واحد ياخذ تعهدا من نفسه فيما بينه وبين ربه ألا يعود إليها أبدا. هذه الخطوة الأولى. السيد الحجة رحمة الله تعالى عليه، هذا كان أحد الفقهاء ومراجع التقليد، وكان يعيش في قم. هذا كان مدمن على السيجار، اللي شافوه كانوا يقولون أنه كان لا يقطع السيجار عندما كان مستيقظ، من بداية يقظته إلى نهايتها، طبعا مع تخلل فترات بسيطة، يدخن مدخن قهار. في يوم من الأيام تمرض، جاءه الدكتور عاينه، قال له الدكتور: أيها السيد، السيجار مضر لك. طبعا المدخنون يعلمون أنه الإقلاع عن عادة التدخين كلش صعب، خصوصا لواحد عايش 30 عام 40 عام والسيجارة زميلته. قال له: السيجار مضر لك؟ فقال السيد: مضر إلي؟ قال الدكتور: نعم. قال: إذن لن أدخن. 3 كلمات: إذن لن أدخن باللغة الفارسية، ولم يعد بعدها إلى التدخين أبدا. هذه هي العزيمة، هذه هي المشارطة باصطلاح علماء الأخلاق. الإنسان يصمم متوكلا على الله سبحانه وتعالى ألا يعود. هذه الأجواء الروحية حقيقة دعاء كميل في ليلة الجمعة، دعاء الندبة في صباح الجمعة، هذه الأدعية وهذه المجالس تساهم في إنجاح الفرد في هذه الخطوة الأولى. واحد من الشباب كان ينقل، يقول: كنت تحت منبري من الخطباء الكرام، فيقول قال كلمة فوق المنبر، كلمة واحدة، يقول: أنت بكرة إذا أول الصبح عندك موعد للسفر، ماذا تفعل في تلك الليلة؟ في تلك الليلة تنام مثل بقية الليالي؟ بعض الناس خب ما يتمكن ينام، وإذا نمت فتصنع عدة مؤكدات حتى تقوم في الموعد، الطيران 5 الصبح، شو تسوي؟ تضع المنبه، تضع منبه ثاني لعلك توصل جار بأن تقوم، وبمجرد أن يدق المنبه تستيقظ من مكانك. سفر، سفر يعني شنو؟ يعني تنتقل من هذه المنطقة إلى منطقة ثانية. الله سبحانه وتعالى في الساعة الخامسة، في حدود الساعة الخامسة، يناديك: أيها المؤمن، قم من مكانك، صل صلاة الصبح. وأنت نائم لا تعتني بهذا الخطاب الإلهي. يقول: هذه الكلمة الواحدة أثرت في، الآن مضى علي لعله 20 عام، كل يوم صبح أقوم، النفس تقول لي نام، ولكن هذه الكلمة تقول لي قم، فأستيقظ وأصلي صلاة الصبح. هذه الخطوة الأولى، خطوة المشارطة. الخطوة الثانية، المراقبة. المراقبة يعني شنو؟ المراقبة يعني ملاحظة دائمة.
كل خطوة تريد أن تقوم بها تفكر فيها أولاً، أسوي أو ما أسوي؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لسان العاقل وراء قلبه. يعني عندما تريد أن تتكلم بكلمة، القلب أولاً، يعني أول فكر أقول هذه الكلمة أو ما أقول هذه الكلمة. فكر في أبعاد القضية، هذه الكلمة ترضي الله أو لا ترضي الله. إذا واحد عود نفسه المراقبة، هذه المراقبة تصبح ملكة إليه، بمجرد ما يريد أن يقول كلمة أو يتخذ موقف يفكر في أبعاد ذلك الموقف. ابن أبي عمير هذا التاجر الشيعي، تاجر كان، ومن الأشخاص الذين يعتمد فقهنا عليه ابن أبي عمير. يعني الآن هذا الفقه اللي عندنا جزء كبير منه يعتمد على ابن أبي عمير، هذا تحت سياط التعذيب. أمر السلطان هارون أن يضرب 1000 خشبة. 1000 خشبة تعلم يعني شنو؟ 1000 خشبة. عندما أحس بالضعف، خشبة الأولى واحد يتحمل، الخشبة الثانية واحد يتحمل، لكن 1000 خشبة. وبقي في السجن 18 عام، مو عام واحد وعامين. كان يريد أن يعترف على الشيعة الذين كانوا غير معلومين، أراد أن يعترف، ولكنه تذكر كلمة أذكر قالها له أحد الأصحاب: أذكر موقفك بين يدي الله. أنت إذا اعترفت على زملائك بكرة الله ماذا يقول لك؟ ما هو جوابك أمام الله؟ يقول هذه الكلمة حفظت، تحمل 1000 خشبة وتحمل سجن 18 عام وتحمل مصادرة كل أمواله حتى أصبح فقيرا معدما يحتاج إلى درهم لهذه الكلمة. الإنسان يفكر في كل موقف في أبعاد ذلك الموقف. هنالك يذكرون في التاريخ أنه كان رجل رياضي، يعني يمارس الرياضة، الرياضة البدنية، هذا كان بطل، وكان يصارع الأبطال فيصرعهم جميعا. صارت إلى شهرة عالمية هذا البطل، وأخذ ينتقل من منطقة إلى منطقة، يستدعونه في البلاد، يروح إلى تلك البلاد يصارع الأبطال ويصرعهم أرضا. في يوم من الأيام يدخل بلد من البلاد لمصارعة بطل ذلك البلد. قبل أن يحين الموعد هذا يتجول، يروح في الأسواق، في المقابر مثلا، في بقية أماكن التجمع حتى يشوف الوضع، فيرى امرأة عجوز. هذه المرأة العجوز عندها حلوى، توزع الحلوى على الحاضرين وتقول لهم: عندي حاجة، ادعوا لي لهذه الحاجة. ثم تصل إلى هذا البطل وهي لا تعرفه وتعطيه قطعة من الحلوى وتقول له: أنا عندي حاجة. يقال إن تلك الليلة كانت ليلة الجمعة، في هذه الليلة ادعوا لكي يقضي الله هذه الحاجة. البطل يسأل تلك المرأة، يقول: ما هي حاجتك؟ تقول: أنه أنا أم بطل هذه البلدة، والآن جاي بطل من مكان آخر، ومثلا بكرة أو بعد بكرة أو كذا
موعدهم موعد اللقاء، وأنا حاجتي أن ينتصر ابني في هذه المعركة، لأنه إذا ذاك البطل الأجنبي انتصر على ابني أولاً ما يوجهنا في هذا البلد يروح، هذا أولاً. والشيء الثاني أنا عيشتي تقوتي من المال الذي يحصل عليه ابني، فإذا انهزم وسقط هذا معناته أن هذا المال الذي نعيش عليه ينتهي، أضطر أروح للبيوت للاستجداء. هذا سمع هذه الكلمة لكن هذه الكلمة هزت، شو يسوي مع هذا الموقف؟ حقيقة واحد عندما يوجه في المجتمع، عند كيان في المجتمع، في لحظة واحدة يجي يهدم كل هذا الكيان، هذا ممكن؟ يعني تدري يعني شنو معناته؟ البطل رأس ماله سمعته، إذا سمعته راحت يعني شنو؟ يعني كل كيانه راح. التاجر شنو رأس ماله؟ الثروة. إذا ثروته راحت يعني كل رأس ماله راح. العالم جزء رأس ماله ذاكرته، إذا ذاكرته راحت يعني كل رأس ماله راح. هذا معناته البطل إلى سمعة إلى مقام، يضحي بهذا المقام ويضحي بهذه السمعة، كلش قضية مشكلة. ظل تلك الليلة يصارع نفسه، أنا أو العجوز ما الذي أصنع؟ وبالنتيجة قرر أن ينتصر على نفسه. في الصباح في ذلك اليوم، اليوم المحدد، الأبطال فيما مضى كان مثلهم الأعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأن الإمام بالإضافة إلى كونه فارساً في ميادين الجهاد كان بطلاً في ميادين النفس، ولذلك عندما كانوا يبدأون كانوا يبدأون بكلمة يا علي، هذه هي البطولة الحقيقية. الأبطال القدامى كان المهم أن يكون بطلاً على الجبهتين، مو بطل في جبهة رفع الأثقال وما أشبه ذلك. الأبطال القدامى يذكرون في أحوالهم ما كان ينظر إلى المرأة الأجنبية، لأن كان يعتبر هذا خلاف الفتوح وخلاف البطولة، كان يعتبرها دناءه وحقاره. تريد تعرف أنه شنو معنى النظر إلى الأجنبية وكيف أنه دناءه؟ روح إلى السوق شوف شاب دا ينظر إلى الفتيات الأجنبيات، ما يسقط في عينك؟ لكن واحد هو عندما يسوي العمل ما يشعر. حقيقة هذا من الأعمال الدنيئة جدا، كل محرم، هذه دناءة في النفس وحقارة في النفس. لكن أنت شوف الآخرين، الآخر شوفه يسوي هذا العمل، شوف شنو تقييمك لذلك الشخص. المهم صمم على أن ينتصر على ذاته. حان الموعد المحدد، جاء، بدأ بالصراع مع هذا الشخص، شاف جدا ضعيف، يعني بضربة واحدة يمكن أن يسقطه أرضا، لكن شوية بدأ وياه يقاوم وكذا، يعني يتظاهر بأنه يقاوم، ثم أرخى أعصابه فأسقطه ذلك البطل أرضا. يقولون في تلك اللحظة التي سقط هذا البطل وذلك البطل الآخر جلس على صدره، في هذه اللحظة شعر بتفتح في قلبه وأن هنالك نداء يأتيه من الغيب يقول له هذا النداء: إنك بهذا الموقف أصبحت وليا من أولياء الله. وثم ذهب وأصبح وليا من أولياء الله. راجعوا كتب التاريخ تجدون حالات هذا الولي.
الإنسان إذا استطاع أنه في المواقف الصعبة يتحكم في ذاته، حقيقة يأتيه هذا الشعور. عندما تجي إلى البيت متعب منهك، تريد أن تنام في الساعة 12، ولكنك تقاوم ذاتك وتقوم وتصلي ركعتين لله في ذلك الليل المظلم. لاحظ شنو هذا الإحساس الذي يغمرك عندما تستيقظ لصلاة الصبح ونفسك تشدك إلى الفراش الوثير الدافئ، ولكنك استيقظ وتحامل على ذاتك وقم وصل صلاة الصبح. أشعر بأي شعور يغمر قلبك عندما تأتي إلى المحل امرأة أجنبية، خصوصا هؤلاء الذين يتعاملون مع النساء الأجنبيات. في الحديث من مرت أمامه امرأة وغض طرفه لله، مو لأنه يخجل واحد يشوفه، لله غض طرفه، أعقبه الله حلاوة يجد طعمها في قلبه. هذا يشعر بحلاوة الإيمان وبطعم الإيمان. الخطوة الأولى المشارطة، والخطوة الثانية المراقبة، أما الخطوة الثالثة فنؤجلها إلى الأحاديث القادمة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا في هذا الصراع بين جنود العقل وجنود الجهل، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.